دشن مركز بتلكو للاستقرار الأسري هويته الجديدة مستقرة بحضور السيدة إيناس محمد الماجد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية، كما أطلق المركز 10 مشاريع اجتماعية جديدة. هذا المركز هو في الحقيقة أنشئ عام 2007 بمسمى مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، ولكن اليوم بعد تعيين مجلس أمناء جديد عام 2023 أطلقنا واعتمدنا خطة استراتيجية جديدة لتطوير هذا المركز عشان نوصل إلى أكبر شريحة ممكنة. لذلك هذه الخطة الاستراتيجية تستهدف أن احنا نوصل إلى عدد كبير من الفعاليات والبرامج اللي تستهدف تحقيق الاستقرار الأسري في المجتمع، أيضا تستهدف فئات جديدة. اليوم أضفنا للفئات أن عندنا 10 برامج أو مشاريع راح نطلقها. يحرص مركز بتلكو للاستقرار الأسري على تجسيد رؤية مملكة البحرين الرامية لتحسين الأسرة وأفراد المجتمع من جميع التحديات التي تواجه الهوية البحرينية وتتعارض مع الشريعة الإسلامية والفطرة الإنسانية السليمة. الهوية الجديدة لمركز بتلكو للاستقرار الأسري مستقرة عملت طوال العام الماضي على أحداث نقلة نوعية بكافة المجالات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، ومن خلال التعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة والأهلية التي تشارك المركز الأهداف الرامية لتحقيق الاستقرار الأسري في المملكة. رؤية جديدة وواعدة يدشنها مركز بتلكو للاستقرار الأسري تنبئ بحالات أكثر استقراراً وأسر أكثر توعية في مجتمعنا المحلي البحريني. أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن الاستثمار في الكوادر البحرينية أولوية وطنية ومرتكز أساس لتحقيق التطلعات الوطنية، لافتة إلى أن برنامج إعداد الكوادر البحرينية للمشاركات الخارجية يسهم في مواصلة الاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال صقل مهاراتهم وتدريبهم وتطويرهم، بما يترجم رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله. جاء ذلك بمناسبة إطلاق معهد الإدارة العامة الدفعة الثانية من برنامج إعداد الكوادر البحرينية للمشاركات الخارجية بحضور السيد أليستر لونغ سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، والذي يهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم تجاه نشر القيم الوطنية والهوية البحرينية أمام المجتمع الدولي. معهد الإدارة العامة بتعاون مع السفارة البريطانية يسعى بتوفير الفرص لهؤلاء الشباب وتعزيز قدراتهم، ونتمنى من كل الشباب الموجود في البلد أن يقتنص هذه الفرص الموجودة. أول شيء حابة أشكر شركة ممتلكات ومكلارن أنهم عطوني الفرصة أني أتدرب سنة هناك. هذه التجربة راح تعزز مهاراتي وتنمي مهاراتي خاصة في المجال الهندسي، لأني أنا خريجة هندسة صناعية، وهذا يكون نوع من تعزيز مهاراتي الهندسية بإذن الله. من خلال هالبرنامج قدرنا نتعلم أكثر عن تاريخ البحرين، العلاقات بين البحرين وبريطانيا، ومن خلالها قدرنا نعرف إحنا شلون نقدر نكون سفراء للبحرين.